من فضلك اشترك في القناة. دكتور محمود هدهود أستاذ جراحة العظام والعمل الفقري بكلية الطب. النهاردة عايزين نتكلم أو ندي فكرة عن تمرينات لتقوية عضلات الرقبة، ودي مهمة جدا في حالات الانزلاق الغضروفي وحالات خشونة الفقرات، وتقوية العضلات له يعني أهمية كبيرة جدا في القلق، في الوقاية من الألم وفي تخفيف الألم. بيبتدي المريض يحاول يحرك رقبته في كافة الاتجاهات، يعني اليمين 1 2 3 4، الشمال 1 2 3 4، وبعدين ممكن لورا او للخلف يعمل رقبته لورا 1 2 3 4 والقدام برضه، بحيث ان هو يضغط دقنه على صدره اطول فتره ممكنه 1 2 3 4 وهكذا. وبعدين يبدا ان هو يحاول ان هو يضغط على العضلات ويشغلها، مثلا يضغط على دقنه اطول فتره ممكنه وبعدين 1 2 3 4، والخلف برضو يضغط على الايدين الاثنين ويضغط الخلف بحيث انه يشغل عضلات تانية. وممكن هو يعمل يضغط من الناحية اليمين على الراس كده ويثبت برضو ويشغل في هذا الاتجاه. ممكن يرفع الاكتاف لفوق اطول وكذا مرة وبعدين للخلف كذا مرة. التمرينات دي مهمة جدا في تقوية العضلات وتخفيف الألم وتحسين الحالة. يا ريت ما ننساش نشترك في القناة، ويا ريت نعمل مشاركة أو شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمود هدهود أستاذ جراحة العظام.